سوف أعطي الكلمة أولاً للرئيس السيسي وبعد ذلك المستشار الألماني. شكراً سيدة وزيرة. Thank you very much indeed, Madam Minister. If I may, I would like to first express my gratitude. إذا سمحتم لي أود أن أعبر أولاً عن امتناني لتنظيم هذا المؤتمر الهام الذي لديه تقليد طويل المدى. لقد عقد على مدار سنوات طويلة وهو يعقد بشكل سنوي، وهو مؤتمر يتم عقده قبل دائما مؤتمرات الأطراف. وتنظيمكم له مرة أخرى يثبت التزام ألمانيا تجاه كوب 27. أود أن أشكر ألمانيا على هذا الالتزام وعلى جهودها في هذا الإطار. لقد سمعت بإنصات إلى كل التعليقات وأنا أقدرها كثيرا لأنها مؤشر على أن كل الدول وكل الأطراف مدركة لمدى إلحاح الاستجابة لأزمة المناخ، وأن أزمة المناخ تؤثر على الجميع وكل الدول دون استثناءات. نحن نواجه نفس الصعوبات، ولذلك نحن نود أن نؤكد على هذا. مؤتمر الأطراف سوف يعقد في مصر، وهذا مؤشر على اهتمامنا بما يجري فيما يتعلق بتغير المناخ. In order for us to be able to create a context in which من التعامل مع مسألة مثل مسألة تغير المناخ ومناقشتها يسمح لنا بتحديد مسار يمكن أن نتقدم فيه. أزمة المناخ يجب أن يتم التعامل معها من خلال التصميم والجهود التي يبذلها الجميع. مصر سوف تستضيف كوب 27 في نهاية هذا العام، وفي الواقع هذا مؤشر على اهتمامنا بمسألة تغير المناخ والقضايا المرتبطة بها. وبالطبع نريد أن نبني على الالتزامات والنتائج التي تحققت في كوب 26 في غلاسكو ونطورها. أيا كانت الجهود المبذولة فيجب أن يتم القيام بها بروح تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ. ونحن سوف نستمر في العمل على تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. ونحن نحتفل بالذكرى 30 لقمة الأرض. هذه مرحلة مهمة للغاية، لذا من المهم أن نقوم كلنا بجهودنا معا في مواجهة التحديات. التقارير الأخيرة مؤشر على حقيقة أن الالتزامات التي تم تنفيذها حتى الآن غير كافية حتى تسمح لنا بتنفيذ اتفاق باريس. نريد أن نعمل للحفاظ على الأرض للأجيال القادمة، ومصر لن تدخر أي جهد للعمل من أجل التقدم تجاه هذا الهدف، سواء من خلال المفاوضات، وأنا ذكرت هذه النقطة من قبل، أو على المستوى الإضافي للعمل مع الشركاء، لأن هذا يلعب دورا كي نسمح بأجندة الانتقال للتقدم. أؤكد أننا في حاجة إلى أن نسعى لانتقال عادل باتجاه الطاقة الخضراء والطاقة المتجددة. بالطبع نتذكر الظروف الخاصة والأوضاع الموجودة في كل دولة. ما يجب أن نقوم به هو أن نأخذ الإجراءات الضرورية
face up to the impact of climate change. لمواجهة أثار تغير المناخ. هنا major economies play a الاقتصادات الرئيسية تلعب دورا مهما ويجب أن تكون في المقدمة. يجب make major efforts أن تبذل جهود أساسية وتأخذ في الاعتبار المعايير في المؤتمرات المختلفة. يجب كذلك أن نفكر في الخسائر التي تتكبدها الدول النامية، خاصة الدول الصغيرة في القارة الأفريقية، وأن نقدم لهم التمويل وكذلك الدعم الفني. ونتمنى أن ننجح في مؤتمر شرم الشيخ في أن يكون لدينا جدول أعمال طموح، وأنا أعرف أن التوقعات مرتفعة للغاية، ونحن نتمنى أن نصل إلى مستوى تلك التوقعات. يجب أن نساعد الدول النامية التي تريد أن تتكيف مع أثار تغير المناخ، ونقدم لهم التمويل الضروري بمساعدة القطاع الخاص. التكيف جانب مهم. ونحن نعرف أن هناك دول تحتاج للمساعدة في مشروعات التكيف، ومن المهم أن نفكر في القيام بالمزيد في مجال التمويل، ومن المهم أن تقوم الدول الأغنى بدور أكبر هنا. وفيما يتعلق بالتنفيذ على الأرض، هذا يعد اختبار لعملنا وإثبات ما إذا كنا قادرين على مواجهة التحديات المفروضة علينا بسبب تغير المناخ. يجب أن نستفيد من مؤتمر شرم الشيخ لمناقشة كل المسائل وطرح كل الأمور على الطاولة ومناقشة الحلول وتحضير مزيد من المؤتمرات، سواء كان ذلك في الإمارات في عام 2003 أو أي مؤتمر آخر قد أعقب هذا المؤتمر. نتحدث عن الانتقال إلى الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة الأخرى. يجب أن نتحدث كذلك عن التعامل مع التحديات الأخرى مثل الأمن الغذائي وأزمة الطاقة. المجتمع الأكاديمي ومجتمع العلماء في مصر قد أشار إلى أن هناك مجموعة من الموضوعات المهمة في هذا الصدد، ونحن سوف نتخذ مجموعة من المبادرات لتغطية مجالات مثل الزراعة. الكثير من هذه الموضوعات كذلك سوف تكون على جدول أعمال مؤتمر شرم الشيخ. أود أن أؤكد أن المجتمع المدني يلعب دورا مهما وسيلعب هذا الدور في كوب 27، فنحن سوف نسمح لمنظمات الشباب بالمشاركة في المؤتمر وحضوره، وسوف نخصص كذلك أماكن محددة لهم للتعبير عن مخاوفهم ووجهات نظرهم. كلمة أخيرة أريد أن أقول أن الاستعداد، أمر مهم للغاية، وأنا واثق أننا قادرون على الاستجابة لهذه الأزمة بالاستعداد. انظروا، لقد اجتمعنا هنا معا لمناقشة هذه القضايا، قدمنا مقترحات وعقدنا اجتماعات من هذا النوع. كل ذلك يثبت أن إرادة البشر هي التي تجعله يواجه هذه التحديات
التي من صنع البشر كنتيجة لما اخترعه الإنسان. لذا أعتقد أننا نحن البشر قادرون على أن نفعل ما فعله البشر على مدار التاريخ. نحن قادرون على حل المشكلة ونتمنى القيام بذلك. شكرا سيادة الرئيس على التأكيد على أهمية المجتمع المدني ودوره في إنجاح المؤتمر. وكما رأينا في السنوات القادمة أنهم دائما كانوا يتحدثون عن هذه المسألة وأهمية مكافحة أزمة المناخ لأنها مستقبل البشر.